عطينا من الناس ديال الساكنه ديال اهل الخباب تقريبا دابا هذه واحد شي شهرين ونص ولا ثلاثه باش يجيبوا لينا، وغير كندير العشيشه كيجيو كيرجبوا لينا. انتما كتشوفوا كي بعض المرات شنو هما كداو ليا الماء عندو البوطات داو الكوكوط داو الحويجات، عاوتاني كنجمعوا دوك الحويجات كيجيو ثاني يرجبوا لينا. والان دابا كنطلب من الناس المسؤولين خمسه ديال الوليدات وجوج معاقين. اش غنقول لك اختي، حاله راه تيتشوفي فيها راه زعما واحد الظروف قاسيه بزاف. الشمس معرضين للشمس، معرضين للبرد، معرضين للعجاج، معرضين شني ولا الحشرات. بعض المرات كتكون حتى العقرب كاين هنايا. بزاف الحوايج. بعض المرات كيجيو شي ناس حماق في الليل، مصيبه تصيب هاز حجره ولا هاز كي اللي تدوي معاه. اي بالفعل اي حاجه معرض ليها اختي، اي حاجه معرض ليها، بزاف الحالات معرض ليهم. وهاد الناس جاوا رجبوا لينا ما دار معنا حتى حل، الحل والو. قال لك سيروا دعيوا السيده. السيده دعيناها تقريبا هذه مع شهرين ونص ولا ثلاثه، المحكمه ما ردت علينا ما والو، ما كاين شي حاجه والو، حتى شي حاجه ما كاين. حنا كنتسناو باش غادي شي تقول لك المحاميه راه باقي ما كاين حتى حاجه. تقريبا دابا هذه ثلاث شهور ما كاين حتى حاجه. الناس طغاو علينا ما عرفناش كيفاش، ودابا جاو يجيبوا لينا وكل مره كيجيو يجيبوا لينا. حنا ما عندناش فين نمشيو، وصلنا الحل كون مشينا، وصلنا الحل كون مشينا مع ولكن الغالب الله. نطلب من الله سبحانه وتعالى ويهدي لنا الناس ما يبقاوش يجيو يجيبوا لينا. تقريبا فوق واحد 12 مره ولا 13 مره كنعاودها، كيعاود ثاني واحد السيمانه ولا سنه يجيو يحيدوها. وخاصه ملي كيشوف الصحابه بحال هكا كيجيو يحيدوا لي. بعض المرات كنبات بحال هكا مني لله سبحانه وتعالى، مني للخلا، مني للزنقه. عندي اربعه البنات وولد وهم جوج معاقين. وكتخاف على بنيتك؟ كنخاف بسيب اختي، كنخاف على ولادي. انا لو كنت صدت شي حاجه فين نمشي واخا يعطيني 20000 الليله هنا ما نبيتش، ولكن راه الغالب الله. وكل نهار بنهار، مره نخدم مره ما نخدمش. ما قلت لك الموقف ابريكول. الرساله اللي نبغي نوصلها للناس المسؤولين، الناس المسؤولين والخصوصا المعنيين بالامر، نطلب منهم يديروا لنا شي حل. من السيد الحموشي ومن جلالة الملك يدير لنا حل، يدير لنا التفاته في هاد الوليدات. راه هاد الوليدات على قبلهم الا جيت انا شريت الحساب باش يعدم يمشيو للمدرسه، من حقهم تما يقراو، من حق الدريات ما كتسمعش ما كدويش، بغيت تمشي للمدرسه انا باش تفهم. الدري عنده الترويض كل عنده جوج مرات في السيمانه، جوج مرات في السيمانه عنده الترويض. جينا على حساب هاد الوليدات هنا باش يتعالجوا داكشي، ولكن تهد المدينه داكشي كلشي فوق راسنا، داكشي كلشي اللي كان ملكوه عطيناه في البراك بقينا الله. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.